وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وفيها سنستضيف عضوة من فرقة مشاقر تعز الموهوبة والجميلة حنين الأغواني. أهلا وسهلا فيك حنين معنا اليوم. أهلا مرحبا. الله يحييك حنين. بداية لو تعرفينا من هي حنين الأغواني، كما تحب أن تعرف بنفسها. حنين عبد الملك الأغواني، خريجة ثانوية، أطمح لدراسة العلاقات الدولية، كاتبة وقارئة، متمة تحدي 100 كتاب في غضون 7 شهور. هذا الأغلب ما يعرفه الأصدقاء عني أو من حولي. جميل. فكان طيب. ظهوري في الجانب الفني نوعا ما أشبه بي. جميل. ابدأ تكلمي بدايتك مع الغناء ومع الفن. بدايتي ما كانتش بداية، كانت بداية بسيطة. أغني في الإذاعات المدرسية، يعني أغني للمقربين من حولي. بداية كل فنان. طيب طبعا حنين لا تغني فقط. اكتسبت الموهبة من أمي. جميل. أمك تغني؟ نعم. أمك تغني يعني؟ أو صوتها جميل؟ نعم. وجدي أيضا. نعم. جميل. في لهم ظهور ولا ما في لهم ظهور؟ اكتسبت الغنى من أبوها أيضا. جميل. في لهم ظهور ولا بس في العائلة؟ ماذا؟ لا لا، كانت يعني تظهر في المسارح الإنشادية، في الفعاليات الوطنية. طبعا هذه معلومة عن حنين. حنين لا تغني فقط باللغة العربية، وعشان نعرف صوت حنين أكثر خلونا نشوف هذا المقطع بعدين نرجع نتكلم. Para, pa para para, o bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E sei o mio da partigiano. O bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano. Portami via, perché mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, ciao ciao, seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Queste fiore da partigiano sotto l'ombra di un bel fiore. حنين الغناء بلغتك الأم سهل، لكن إنك تغني بلغة مش لغتك، يعني من فين اكتسبتي هذه الجرأة؟ حب، يعني تحت مبدأ إنه الموسيقى شيء غير محصور في أرض معينة أو لغة معينة. الموسيقى تمسنا، يعني تمسنا كإنسان. من هذا المبدأ فكانت تثيرني الأغاني اللي مشابهة البلاتشا وغيرها. رائع. طيب إيش اللغات اللي تغني فيها؟ روسية، الإيطالية، الأحيان الإسبانية. جميل. مش انك تتحدثي بهذه اللغات لكنك فقط تغني فيها، يعني تحفظ الاغنيه وتاديها، صحيح؟ فقط. جميل. نعم. هذا يفتح لك كمان مجال كبير في تعلم اللغات. طيب لو تحدثنا الان عن فرقه مشاقر تعز اللي انشاتها حديثا، من صاحب الفكره وما الذي ستقدمونه عبرها؟ صاحبه الفكره زميلتنا هاجر. ماذا سنقدمه؟ سنحاول بشكل ما ان نحيي التراث التعزي، لا سيما انه في الفتره هذه يكاد يكون انه مهمش او مهضوم، فبالتالي نحن نحاول ان نحيي الاغاني القديمه، نعيد رسمها بتوزيعات وغناء اقرب للجمهور بشكل عصري اكثر. جميل. طيب مشاقر تعز، ايش الدلاله وراء هذا الاسم؟ الشقر، يعني هذا رمز تعزي،
فالشقر بعيد على أنه زهرة لها رائحة نفاثة، أيضاً له رمزية كبيرة لدى التعزيين. للتعزيين، جميل. أنتم تحيوا التراث الفني القديم، لكن هل تخططون في المستقبل لعمل خاص بعيد عن التراث والأغاني الجاهزة؟ نحن كفرقة مشاقر؟ نعم. نسعى لذلك بكل قوة، نبحث عن دعم أو لشركة لكي نخرج يعني الأعمال بشكل أقوى وبشكل مبهر، يعني ترضي الجمهور وترضي نحن أيضا. يعني هل في أجندتكم أنكم بتنتجوا أغاني بكلمات وألحان خاصة بكم؟ لا، هذه الخطة لا، ليس الآن. نحن نفكر الآن في إحياء القديم بشكل جميل. كمان يعني مبادرة تقدر. حنين كفتاة تغني، هل واجهتك عراقيل في بداية مسيرتك الغنائية؟ أنا الآن كحنين في بداية مشواري ربما، هي المشكلة أو المعضلة بشكل أكبر هي أنك تمحي فكرة آلاف أو سنين في الزمن، ففكرة أنه فتاة تغني في مجتمع كالمجتمع اليمني يعني تكاد تكون ضرب من المستحيل، أو أنه تقبلهم بطيء بشكل كبير، فتحتاج لنضال أكبر. صحيح. طيب بالمقابل، من شجعك في إظهار موهبة الغناء وحابة تشكري عبر البرنامج؟ كل من حولي حقيقة يشجعونني بقوة، البيت، الأصدقاء بشكل كبير. جميل، إحنا نوجه لهم نفس الشكر. طيب وصفي لنا شعورك بعد النجاح الكبير لأغانيكم، ردة الفعل الناس انبهروا واحتفوا بكم، إيش شعورك شخصياً؟ شعوري حقيقة انبسطت، يعني أنه بعيد على الشهرة الواسعة أو الاكتساح الواسع للفيديو، إلا أنه وصلت لي فكرة أنه اليمنيين يستطيع بكل اختلافاتهم الحزبية والطائفية ممكن أن تجمعهم بغنية، يعني طاولات النقاش، السلاح لم تعد تجدي، فبالتالي قد يرضخ الجميع لغنية. جميل. طيب حنين شخصياً كيف ممكن الناس يتابعوها ويتابعوا جديدها؟ عبر السوشيال ميديا، فيسبوك بشكل أكبر. حسابك في الفيسبوك، تمام. حنين، هل لديك مشاريع خاصة شخصياً بعيد عن الفرقة؟ مشاريع فنية أقصد. في المجال الفني بشكل أساسي أطمح هذه الفترة أني أركز بشكل كبير على دراستي، يعني الفترة ممكن تتخللها أعمال فنية، أعمال جيدة يعني ترضيني وترضي الجمهور. وكيف ممكن توفقي بين الدراسة والفن؟ هي تكاد تكون صعبة، لكن سنسعى بكل جهد أنه أحاول أوفق فيهم. المستقبل الفني بالنسبة لك أم المستقبل العملي؟ إيش اللي تختاري بينهم؟ عشان أوضح نقطة، أنه في الجانب الفني أنا حالياً واخذ الموضوع كهواية، يعني الغناء شيء أحبه فالآن أمارسه، مستقبلاً لا أدري ملامحي الفنية أين ستتشكل. طيب فين تشوفي بعد 5 سنوات؟ إيش هو طموحك؟ فين تشوفي حنين بعد 5 سنوات؟ أقول طبعا أكون مكانك مثلا، عمل في قناة بلقيس. أوه، منافسة كمان. جميل جميل، نتمناك تكوني بيننا زميلتنا إن شاء الله. طيب حنين، لتحلية هذا اللقاء لابد إنك تغني لنا، إيش بتقدمي لنا؟ بغني لكم غنيتين، واحدة غربية وواحدة عربية، يعني عشان نرضي الجمهور بشكل أكبر. جميل، تفضلي. الأخرى، الغنية العربية. البحر بيضحك لي، قال لي وأنا
نزلت الرملة الأولى البحر بيضحك لي قالي وأنا نزلت الرملة الأولى البحر غطان ما بيضحكش أصل الحكاية ما تضحكش البحر جرحه ما بيتبلش وجرحنا ولا عمره دبل والبحر بيضحك ليه ليه قولي وانا نزلت الرملة الأولى. الله الله يا حنين، منافستي المستقبلية، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق وأشوفك إن شاء الله بعد 5 سنوات جنبي أو في مكاني حتى. تشرفت بمقابلتك. شرف لي طبعا. شكرا لي بالفيس لهذه الشرف لي، شكرا لك حنين.